على هامش أشغال دورة 35 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. شاركنا في فرشة اليوم بعنوان العدالة الحقيقة والعدالة اللي كانت فيها فرصة ثانية لكن عرفوا فيها الانتهاكات اللي ترتكب دائما في حق ضحايا الصحراويين، وهي اللي ارتكبت من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة من حيث الإجحاف السافر اللي كان في حق ضحايا الصحراويين من خلال معالجة هذا الملف، وكانت تقديم مذكرة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات واضحة في هذا اللي قدمتها لمجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية، كانت فيها هذه النقاط وهذه الفروقات واضحة، واليوم فعلا تطرقنا لها بالتفصيل لتبيان الرأي العام الدولي مدى خطورة هذه الانتهاكات اللي ترتكب دائما في حق الشعب الصحراوي والصحراوي.